اهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، ظاهره منتشره على مستوى العالم اجمع وهي عماله الاطفال، بمعنى ان الاطفال لا يعيشون طفولتهم بشكل طبيعي ويضطرون للعمل احيانا بالقوه، تفرض عليهم هذه المهن التي لا تناسب سنهم او وضعهم النفسي او الاجتماعي. لكن طبعا في المملكه لدينا حاليا قانون تم اعتبار تشغيل الأطفال في السعودية جريمة قانونية مجتمعية، وأنها انتهاك للبراءة، وذلك بموجب قرار وزاري صدر عن وزارة العمل مؤخرا. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو الدكتور حسين الشمراني، استشاري النمو والسلوك. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. مساء النور. يعطيك العافية دكتور. وبداية، يعني هل فعليا هناك تأثير على الطفل بغض النظر عن ظروفه إذا نزل إلى ميدان العمل في سن صغيرة؟ هو طبعا هناك تأثير يمتد من الناحية أنه كثير منهم لا يحصل على تعليم كافي، سواء يضطر للخروج من المدرسة أو حتى عمله لساعات طويلة يؤثر على تحصيله الأكاديمي، وبالتالي تكون درجاته مزدنية ولا يحصل على تعليم كافي، فيتغير مستقبله من إنسان ناجح ولديه القدرة أو الإمكانية على الحصول على درجات عالية ووظيفة جيدة إلى مستوى متدني من الأجور والعمل بسبب أنه لم يحصل على تعليم كافي. الشيء الثاني أيضا على تأثيره على سلامته النفسية ونموه النفسي والاجتماعي، يعني الطفل في هذه المرحلة يحتاج كثير من أن يعيش طفولته، أن يلعب، أن يكون صداقات، أن يحصل على حب واهتمام ورعاية من الأب والأم. كونه يعمل لساعات طويلة وتحت كثير منهم تحت ظروف سيئة، يعني لا تضمن سلامة الطفل، ولا قد يتعرض أثناءها للاستغلال. نعم. والإساءة النفسية والجسدية وضغوط كثيرة، وحتى قد يكون هناك إساءة حتى جنسية. صحيح. فتؤثر على سلامته النفسية وعلى استقراره وشعوره بالأمان ومستقبل عنده، يعني يكون علاقات أو أسرة سيكون لها تأثير. طب دكتور، عادة يعني هل بشكل عام بالنسبة لكم كمختصين هناك مثلا أمراض معينة باسمها مرتبطة بالأطفال الذين يعملون في سن صغيرة أو يتعرضون إلى مشاكل في سن صغيرة في مجال العمل؟ هي تعتمد على ما يتعرض له الطفل وعلى يعني الأوضاع التي يعمل فيها. يعني بعضهم عندك إذا كان مجال العمل يتطلب منه أن مثلا يحمل أشياء ثقيلة، أو يكون هناك مثلا يتعرض لمخاطر استخدام مواد كيميائية أو مواد فيها مواد سمنية أو غيرها، حتى أثر عليه من الناحية الصحية. إذا كان يعني ظروف العمل تطلب منها مثلا أن يكون هناك مثلا ضغط نفسي كبير، وعدم الحصول على مثلا فترات نوم كافية، عدم الحصول على اهتمام ورعاية، أحيانا بعضهم قد يسافر بعيد عن الأب والأم، فتأثيرها النفسي حيكون عدم شعور بالأمان، صعوبة تكوين علاقات في المستقبل. إذا لم يتلقى الحب ولم يتعلم الحب والاهتمام لن يستطيع أن يعطيه لأبنائه وزوجته في المستقبل. نعم. أيضا بعضهم يعني عندما يتعرض مثلا للإساءة الجنسية قد تؤثر على حياته مستقبلا من ناحية يعني الحياة الزوجية وغيرها، وعلى قدرته على تكوين علاقات سليمة. أيضا بعضهم عندما لم يحصل على تعليم كافي، لم يحصل على ظروف يعني البيت والأمان، قد يكون لديه فرصة أكبر في كسر القوانين وعدم احترام القانون، وكونه أصلا يعني يحصل على أجور متدنية تدفعه أحيانا لمحاولة التعويض بأمور أخرى قد تكون مخالفة للقانون. نعم. طب دكتور، إذا تكلمنا عن عمالة الأطفال فهي ممكن، خلنا نسميها عمالة، تنقسم إلى شقين: الأطفال المتواجدين في الشوارع أو في الورش أو في أماكن العمل العادية، في جزء ثاني من الأطفال اللي يعملوا لكنهم مدللين، أطفال مثلا يكونوا مشاهير أو في وظائف جيدة تكون دائما يعني مثل ما نقول under the spot. البعض يعتقد أن الأطفال المدللين ما يكون عليهم مشاكل وضغوط نفسية، هذه الفكرة خاطئة بحسب الدراسات، حدثنا عن الجانبين لو سمحت. هي الآن الفكرة أنه يعني في سن من يعني بعض الأعمار تستطيع أن تسمح بعمل الأطفال بشكل تطوعي أو بشكل يعني يكون فيه مردود إيجابي على الطفل، لكن بنفس الوقت بيكون لساعات محددة لا يتناسب مع عمره وقدراته، لا يؤثر على تعليمه، لا يؤثر على رعايته واهتمام أسرته، هو محل بالعكس هو محل يعني تشجيع من الأسرة، هو مستمتع بهذا العمل، ينمي فيه جانب المسؤولية والتطوع وحب الخير وعمل للآخرين، يعني قدرته على كسب بعض المال وتنمية هذا الجانب فيه، لكنه بشكل محدود
ساعات محدودة، ظروف يعني جيدة تضمن حقوقه لا يساء استغلاله بأي شكل من الأشكال، وفي يعني ظروف عمل تناسب الطفل نفسه، محافظة على سلامته. يعني بعض مثلا يكون فيها بالعكس أحيانا الرقابة والقوانين التي توضع من أجل الأطفال تكون يعني أعلى وأكثر رقابة من البالغين. فهذا الوضع يختلف بخاطر عن طفل يعني بأعمار صغيرة أقل حتى من 12 سنة يعملون ولساعات طويلة وفي أماكن وقد يساء استغلالهم، ما عليهم رقابة وبعيدين عن أسرهم، وكثير منهم أصلا يعني حالتهم الاجتماعية والمادية متدنية جدا، بعضهم حتى ينام في مكان العمل أو في الشارع أو غيره، بعيد طبعا عن وبعيد عن أسرته، بعيد عن يعني أمه أو أبوه أو غيرهم، بعضهم يسافر أو يكون أصلا في بعض الدول الفقيرة ما يسمى بأولاد الشوارع. فالوضع مختلف تماما. هي طبعا دكتور تختلف من دولة إلى أخرى، لكن بحسب القانون الجديد يعني قرار وزارة العمل حرفيا هي منع تشغيل من هم دون 13 سنة بشكل قطعي. ليه تحديدا من 13 سنة سمحوا للطفل أن يشتغل؟ يعتبر طفل لا يزال في سن الطفولة، صحيح؟ صحيح. هو طبعا قد يختلف من دولة الأخرى، يعني حتى عالميا عندما يسمح مثلا بسن معينة مثلا من 12 إلى 16 من 12 إلى 18 هناك شروط وقوانين شديدة تضمن كما ذكرنا يعني أن هذا العمل يعني أعمال معينة ولا يكون فيها يعني تناسب قدرات الطفل وتناسب عمره، ولا يكون فيها يعني تقصير يعني ما يضطر الطفل أنه يقصر في دراسته مثلا، ما تأثر على دراسته مو بس من خروج مدرسة حتى على المستوى الأكاديمي، والطفل مستمتع بها، محل تشجيع من أسرته، ما هو مستغل وهو يعيل أسرته مثلا أو بحيث أنها قد حتى يعني ما تعطيه فرصة يستمتع بطفولته ومراهقته وما تأثر على الشروط الأخرى في الحياة، زي مثلا مهن خفيفة، مهن صيفية أو غيرها. نعم، مهن وغالبا ما تكون يعني في أوقات المدرسة أو ما تكون في أوقات المناسبات أو غيرها، تكون يعني أشياء كثيرة تطوعية أو لساعات محددة في الصيف أو أعمال ما فيها يعني إرهاق كثير جسدي، وقد يحصل على بعض المردود المادي وتخلي إشراف. نعم، بالتحدث عن هذه نوعية من الأعمال، يعني بعض الأهل يفضلون أن الطفل ولا تحديدا يكون في سن صغيرة في ميدان العمل أنه يتعود على تحمل المسؤولية. متى يكون السن المناسب فعلا للطفل أنه يبدأ بالعمل أو يخوض هذا المجال يتحمل المسؤولية؟ يعني غالبا بعد سن 12 يكون أكثر قدرة على نفسيا وجسديا على تحمل بعض المسؤولية، يعني المسؤولية تعلم بالتدريج وليس أن يحمل مسؤولية أكثر من طاقته. يعني الطفل الصغير له حقوق أكثر من المسؤولية التي عليه، نضمن حقوقه بشكل أساسي أكثر من المسؤوليات التي نطالب بها، بعكس كل ما يبدأ في مثلا مرحلة البلوغ وبعدها نبدأ نعطيه بعض المسؤولية ولكن بشكل تدريجي بشكل تعويد، وهي في النهاية احنا نعوده وندربه ونعلمه، لا يكون فيها نوع من العقاب أو التأنيب الشديد بقدر ما هو نوع من التشجيع على تحمل بعض المسؤولية، بحيث شيء يعني ينمي فيه هذا الجانب. على النقيض نجد ناس أنه أبدا ما يعطي أي نوع من المسؤولية إلى أن يعني يصل مرحلة يعني كبير وصار رب أسرة ثم نلقي كل مسؤولية عليه وما يكون مؤهل لتحمل هذه المسؤولية. ما يكون مؤهل، يعني هي الجانب توازن، ولما تربي على مسؤولية تربه تدريجيا ويعطى مسؤوليات محددة وتحت رقابة وتوجيه، يعني إذا مثلا في كثير من الأوقات يحتاج إلى توجيه وتعديل ونصائح بحيث تدريجيا يتعلم الطرق المناسبة وغيرها. طبعا هو أكيد طبعا ما أصدر هذا القانون إلا للحد من هذه الظاهرة، وإن شاء الله ما تكون ظاهرة تكون مشكلة لأنها فعليا متواجدة في بعض الدول. بعض الأطفال دكتور يضطر إنه يعمل ربما ليعول أسرة أو حتى ليعول نفسه في سن صغيرة جدا. دكتور حسين الشمراني استشاري نمو والسلوك، شكرا جزيلا على حضورك. ومشاهدينا فعليا يعني أي طفل يتعرض لأي إساءة، دائما نذكر بهذا الموضوع، الأطفال مشكلتهم عندنا ما في وعي كافي في الحقوق، مو حنا بس طبعا، منتشر بشكل كبير على مستوى العالم، لكن أي طفل يتعرض لأي نوع من الإيذاء، إرغام على العمل اللي ما يناسب سنه،
ضرب، اعتداء، تحرش، لأن معظم هؤلاء الأطفال يتعرضوا إلى تحرش، أحياناً ما يكون عندهم وعي بأن هذا مثلاً تحرش وأنه بيؤدي إلى مشاكل كبيرة. طبعاً الحمد لله في جهات معنية بهذا الموضوع ممكن التواصل معها ووضع حد، سواء كانت الأسرة أو غيرها هم اللي يرغبوا الطفل أو يرغموه على تصرف بشيء ما يناسب سنه أو حتى قناعاته. مشاهدينا مستمرين في سيدتي لكن بعد الفاصل.